تحقيق الحلم المغاربي هو الأمل الذي يراود هؤلاء الذين التأموا اليوم بالرباط في لقاء يخلد الذكرى 24 لتأسيس اتحاد المغرب العربي، تخليد لذكرى تأسيس الاتحاد وهياكله، لكنها دعوة إلى تجسيد إرادة الشعوب المغاربية في الوحدة والمستقبل المشترك. الهيئة المغرب الكبير بلا حدود نتمنى بحال قلنا في الجزائر وحال قلنا في تونس وغرداليك باللي رجع الوقت بصراحة باش نعطيو لهذا الكلام القيمة ديالو الحقيقي، إن ماشي الهضرة بطريقة والفعل بطريقة أخرى. ونتمنوا إن شاء الله كفكرة غادي نلوحة، وهو هاد السفراء اللي عندنا هنايا بعدا في المغرب يبداو هاد المبادرة ديال اللقاءات باش نحيدوا هذاك الحدود اللي بيناتنا، ويعطيونا لا بوسيبيليتي باش نشوفوا عاود هاد لا سوسيتي سيفيل الجيريان تونيزيان ليبيان موريتانيان باش نخدموا بعضياتنا، اللي ربما بالطريقه ديالنا حنايا غادي نفكوا هاد الوحله اللي رحنا فيها. ويامل المشاركون من مسؤولين مغاربيين وفاعلين من المجتمع المدني في تجسيد اهداف الوثيقه السياسيه المؤسسه للاتحاد والمتمثله في الوحده والتنميه المشتركه للاقطار المغاربيه الخمسه.